هاي سمكاته استاذ ابراهيم. الله يعزك ويرضى عنك يا رب وسيادتك. امين امين. شيخنا يعني انا لا اريد ان اطيل، لكني يعني اتكلم في يعني في اصل، وارجو ان حضرتك يعني تنصح في هذا الامر او تتولى هذا الامر، وانا اعلم ان حضرتك يعني انا خادم. الله يسعدك يا رب، ربنا يسعدك في الدنيا امين والاخره يا رب. امين. طبعا حضرتك شيخنا يعني عارف الخلافات الكثيره اللي هي يعني بين مشايخنا الافاضل الكرام العلماء، ربنا يعزهم الله يعزهم يا ويحفظهم رب، يا رب. الله يعزهم يا رب ويؤلف بين امين يا رب، قلوبهم يا امين رب. يا رب. كلهم يعني والله نحن نحبهم جميعا، ولكن نحب ايضا ان نراهم يعني حتى على الاقل مجتمعين. نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح. لان يعني عدم الخلاف ده عجيب. كل يعني كل عالم من العلماء يرى رأي معين، فيعني جزا الله خير ما دام معاه دليل ففوق راسنا، لكن المشكله يا شيخنا في الخلاف، المشكله في التناقض، المشكله ان يعني الرأي يتعصب له، وايضا يعني ورا كل رأي من اراء علمائنا الافاضل اللي احنا يعني نجلهم والله في الله الله يرضى ونسأل عنك الله يا سبحانه حبيبي، وتعالى لهم الرفعه الله في يرضى الدنيا عنك. والاخره، نعم أن يتعصب له طلابه أو اللي بيحبوه أو إلى آخره، أو بيفصل كلام العالم اللي تكلم في أخيه العالم أيضا على تكلم عن طالب العلم على مزاجه. مش على مزاجه، ده بيفسد، ده بيفسر، بيفصل ليفسد ذات البين، يعني أمر غريب وينقل ليفسد ذات البين، بدل ما يصلح، بدل ما يكون فعلى المحمل الأحسن على أساس يكون الترابط والترافق والتآلف موجود، بيحاول يقطع أوصال المحبة عشان نضيع ونتشرذم أكثر ما احنا متشرذمين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني نصيحة طلاب العلم يا شيخنا، أرجوكم يا إخواني أرجوكم، ما فيش حد يحمل كلام شيخ، سيب الشيخ يبلغ كلامه بطريقته. رضي الله عنك. سيبوا المشايخ يبلغوا كلامهم بطريقتهم، هم علماء، احنا مالنا احنا ومال العلماء؟ لما تبقى عالم يبقى تكلم بعلم. رضي الله عنك. يعني يعني الواحد يعني قلبه بيتقطع يا شيخنا والله لما يرى عالم فاضل جليل يعني يحتاج لعلمه في مثل هذه الفتن، وتيجي تبص ده الشيخ الفلاني بيقول في الشيخ الفلاني كذا، يا ابني انت مالك؟ انت مالك يا حبيبي؟ انشغل بالقران، انشغل بالسنه، انشغل بالحديث. لا ده علامات ساعه، علامات ساعة يا أخي الكريم. عامة لعلك تراهم. أنا شفنا أن حضرتك كان من فترة طويلة كنت تبنيت نعم أنك نعم يعني ستقوم لذلك على كنت الدنيا أبشرك الكريم. أقول لك لعلك تراهم قريبا معا جميعا بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، بإذن الله الله أكبر، لعلك تراهم قريبا معا بإذن الله، بإذن الله الله تعالى. أكبر، الله أكبر. هم سادتنا وهم كبراؤنا وهم علماؤنا وهم صمام الأمان لنا، هم طوق النجاة. أصلا إن لم يكن العلماء إذا الطامة تأتي من السماء حقيقة يا شيخنا والله، راغمة الأنوف وشاهة الوجوه بإذن الله، لعلك تراهم معا جميعا بإذن الله هم قريب. الأمان والله يا شيخنا، والله هم الأمان، نعم نعم والله هم السفينة اللي سفينة النجاة. نعم هذا صحيح، نعم رضي الله عنك. وإن لم يعني نتدارك هذا الأمر يا شيخنا ستحدث فجوة. لا 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 سيتدارك إن شاء الله، وتراهم جميعا معا بإذن الله. أرجو الله يا شيخنا، يعني عن قريب يا شيخنا في وقت محدد ولا بإذن يعني. الله بإذن الله يكون عن وقت قريب تراهم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بالشرف والخير. آمين آمين رضي الله عنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يسر لك أمرك. آمين. وأن يجبر كسرك. آمين آمين. ولا تنسنا من دعائك يا شيخ. حفظك ربي، كفى كفى ما تفعل الآن، هذا أعظم ما تقدمه للأمة أنت بهذا. أن الله يألف بين قلوب الإخوة جميعا والمشايخ جميعا والعلماء جميعا. قال الله تعالى ممتنا على نبيه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. طبعا هذه مسألة الوحدة الوحيدة مهمة جدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد البحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. هذا جاء موقوفا ومرفوعا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال والفرقة عذاب، من نزع عدم الجماعة ومات على ذلك مات ميتة جاهلية. فعلى المرء أن يعلم أن وحدة الأمة هي المقصد الأسمى، وإن كان الخلاف سنة كونية فلا بد من دفعه. وعلينا أن نكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا عباد الله إخوانا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مشايخنا سادتنا كبراؤنا كلهم فيهم الخير، كلهم على خير، كلهم بفضل الله يرتضون لإخوانهم الخير ويؤملون الخير، وإن شاء الله يجتمع الجميع يعني معا بإذن الله تعالى، وتسعد الطلبة جميعا بذلك يعني، ويكون الأمر التفاف الجماعة.
يعني بإذن الله تعالى، وعلماءنا كل منهم نشرب يعني نستهل من معينه ونستفيد، ويكون كل واحد منهم عضد ونصير لأخيه بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى.